انطر ريح شوي لا تعصب وهدي موضوعك مو عندي موضوعك عند الطاحو كل يوم فكرة ذبحنا مو مخلينا تعبنا بس نقول عنا المشكلة نيموه الفكرة بالمختصر غشمارة بيننا مو أكثر الزبدة من الآخر سوينا اللي يبي الطاحون يعني أوردر خلني أقول إيه هذا الطاحون إذا بيصيدك دير بالك أسلم علي بيدك لا تفكر منه تنخش أو من مقالبة إنك تنعش هطلع لك أنا حتى في الحلم بصصر وتاكسي ومطعم جو وبحر ناكو مفر خش من اللي بيصير لك فوردر هطا احنا شايف خلود المظفر تدري شنو يعني خلود هو صاحب مقولة ذاك اليوم طلع البرنامج وقال انا جسمي جسم ام طبعا طول اليوم انا قاعد اتصل على عبد الله السيف وهو ما يرد ليه حتى لاخر لحظه قلت لهم يا جماعه خلاص نكنسل لانه مو قاعد يرد على 12 واحد شيء يرد علي ولدي عاد اليوم هو هادي بس ما ادري انا شنو ظروف لان اول مره راح التقي معه بس اللي جايب لي طبعا خالد مظفر ومنو ضيفنا راح يكون فنان عبد الله السيف جميل مزيون متعود على رومانسيه بدواره لكن اللي عرفت عنه انه هو يلعب جودو وكاراتيه مو عنده لعبه قتاليه يلعبها وما ادري شنو وضعه واللي اعرف ان هدوء حيل وخالد مينون رسمي خالص يا جماعه خلينا نشوف رده فعل عبد الله السيف مع خالد مظفر والله ماكو قعدت من النوم داق علي خلود ثلاث مرات دقيت عليه قال لي بي عندك وعازمك على هذا وقاعدين عليه ما لي خلق اطلع يقول لي متضايق وبيك بموضوع عادي يعني ما شكيت انه كلش انه كان مره خفيه في برنامج اوردر تختلف جميع القوانين على الضيف تنفيذ الاوامر واقناع الجمهور اوردر حضرتك الصيدة من اليوم بايت سيف تبي حيل والله نسوي في اوردر ابي صدق يعني والله يطيق هو يلعب جودو وماخذ على التمرين انا حلو فانتوا يعني فرقوا بسرعه لا تطولوا زين اول شيء تنزل مع الحين تفتح ايسر زين ضروري تجهز لي دمعة ابشي تكون جاهز وقت ما اقول لك نزل دمعة نزل دمعة زين وقت ما اقول لك اندمج بالغنى وعلى صوتك غن زين وقت ما اقول لك عصب هذا كله سويته انت الحين نبي نشوفه زين جاهزين خالد مظفر روح عندي يا قول له هدي التليفون يا اخي احترمني شوي اي ولدي زين اسمع شو صار عاجيني بعيوني عيوني شو الحياه شو الليله اليوم قول عندي مشكله بالبيت صايره ابوي طالع متزوج لا طالع عندي اخوان مبروك زين مو مبروك فالبنات ما يتطبلون شلون مره جديده شلون فاهم اللوير قاعد سليم دش هي صوري مع خالد لا والله ما تبي انا استاذ عفوا عادي اصور معك اي
عاد عيمك؟ لا ما تعرفين هذا الممثل اللي قدامك؟ تلعب شنو مو حلو عاد اصرف واحدة ثانية ها؟ تفوز معي ما تعرفين بعد عبد الله سيف ممثل لا لا اشتغل مطعم بلا اي عارفه بس ما اعرف اسمه سوري ممثل معي كومبارس هذا كومبارس معاه اوكي صور كلنا؟ لا ولا قلت لا انا بروحي احسن انا بروحي احسن امسكيها خليها انا بروح شلون يعني بس انا بس كل شعرك يمين شوي ايوه صار عافيك تابعي برمضان اصلا يا سري ها ايش صاحب سعيد هني شطحت شنو خلي شعرك ما ادري عنك انت تقول زين عبد الله متعود علي الفني الضحك حتى اي مشكله تصير لهم اقول يا الربع حونها وتهون ما في مشكله فاليوم قاعد احكي جد هو انا بضحك انه ايش في هذا بينون شري نادي القرصون وصدق عليه قول يلا الطلبه بسرعه يلا يا جماعه زين طول الاكل هني اي يا باشا خلاص باشا وين هذا المطعم طول مطعم شو تتصرف طول وين قصر عزك طول لك اي قصر عزك انت احنا طالب كوبي دا وما يشوف بابا وين هذا نفر مني نفر وين وين نفر اي لا طول مو تيو كذي انا كذا انت من ليش ما حد صور معك على شنو فكرت انت ما حي يعرفك انا اعرف انت عيب شنو انت عيب يا باشا ترى الحين انت طراق الحين بعد تسريحتك هذه عصب 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 يا باشا عصب بابا وين طلب مدير مطعم وينه وين المدير وين مانيجر وين مانيجر وينه بروح زقان بابا وين مانيجر صار نص ساعه طالب الطلب اكثر اي اكثر اكثر خلول اكثر اسكت يا باشا اسكت عبد الله لا ايش كثر عم صار لنا طالب الطلب هني زف عبد الله شنو من انت شو ايش السيء تكلم ما تكلم معي عدل اوكي انت متاخر على الطلب كثير من الطلب ما تقعد تطول ايدك طلبوا 5 دقائق شنو متسيء اخذ جلاس كسره جلاس الماي في زلمه انا قاعد احاكيك انا قاعد احاكيك انا خسرت جلاس شنو شو اكسر على راسك بعد هذا مطعم قاعد اكلمك انا فيك خلوني اكلمك انا ما تطول ايدك ما تطول ايدك حتى صراخ يعني توقعت انه عشان ابوه متزوج وشي فيك اذول لا باي ما اكتشف نطول ايدي شو جاي يصرخ علي انا طول ايدي شنو طول ايدي قاعد معايا طول ايدي طول ايدي كتول ابي مد ايدي عم طول ايدي طقني يا باشا دقيقه ما تجيب طلب هني اقلب المطعم عليك وانا اقلب المطعم ايش فيك انت خلاص انت شو ناس قاعد ايش فيك انت يا عيب خيب الطلب طول شو مسخره احنا قاعدين غطي عينك من ورا نزل البلوزه من ورا قاعدني من النوم انا الحين يا ابني مو قاعدني من النوم ايش صار لنا احنا يا حكي صار علي تهاوش معاه قول له انت ايش فيك يا اخي ايش فيك كله منفس فيك انت ايش فيك بعدين يا الرجال بدل ما كنت تفزع معاي قاعد تفرق قاعدني ابوك متزوج يا طارق لا مو متزوج يا الرجال يا بدل ما تفزع معاي تفزع معاي تفزع عليك علي او شكلك حتى لا صاحبي تبغى تفزع معاي ترى بسك قول لي خلاص يا حكيك صدق يا مو قاعد غشمر اي لا تقعد تصرف قدام الناس ما فشلتك انا مو الرجال قاعد المفروض يجيب الطلب طولنا احنا ليش كثر وصلنا قاعدين؟ يا ما طول هذا ترى ذبحتينا انت الثانيه كسر رايحه وياي ايش تبي؟ اي صح زفه قول ما في تصوير شنو ايش فيك ايش تبي؟ يلا ما في تصوير يلا ذبحتينا تصورتي معاي اكثر من اهلي يلا 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 يا باشا لا حد يجينا هني الطاوله مع الله شنو؟ صور مع الله صوري معاه يلا فكينا منه اي بصور معاه يلا وعدنا جاكو جاك شغلي بمجله كيفك؟ ايش دعوه كلها كومبارس اخصاك كمبارس على شنو قاعد تسولف معاه شنو؟ صوت
طلع لي عملين بس خلاص. بسم الله طحت من عيني، طحت من عيني. تسكت شوف. والله طحت من عيني يا ابوي. لا اسمع كلام الريايل، طحت من عيني. اي طحت من عيني. لا طحت من عيني، شوف احد يردك. ايه. يلا. شوف احكيك. شنو احكيك؟ جملة قسم بالله طراقات الحين اوديك للسيارة. احكيك مصدق مو كفو مو كفو. خلاص يلا قوم فشلت قدام العالم. يلا خليه يرد، خليه طرف امشي ما امشي اليوم لم يطلع. وانت مو عاجبك خذ ترى عيب الحركة شنو تقط علي ال انا مصدق يا حاجي والله مصدق فيك فيك فاصل مو فاصل مو انا قاعد اسوي العالم ما شفت يا يتحدى انت قاعد تصرف يا راجل يا راجل يا وين الطلب يا الكاج قدام كل العالم ناطر طلب ما راح امشي انا وكان الناس قاعد تاكل العالم كله قاعد تاكل مو ناطر طلب ياكل خبز هذا عرض عين قبل يمكن هو يحب الخبز انا شكله عين قبل في العالم ما لي شغل انا اي طلب هني انا امشي هني خلاص لا تقعد تصرف قدام انا قاعد انا فشلتك تدري نصرف بس احنا بعطيك اياها من الاخر تدري نصرف بسوي فيك والله لو حكيت بطراقه افشل قدامنا ريان سوى لا خفت انا بصراحه لان علي ايد هو ما شاء الله وتعالى مو بصراحة مو إيد طبيعية هم خمسة نفسنا بس هي قوتها مو قوة خمسة فأنا خفت بصراحة صح ريال سوى إيه ريال سوى ريال سوى ما أرجع أخلص معاك الحمار لا تصرف قدام العالم فشيتنا أنا صرف قدام العالم ما شفتك قاعد أضحك شيء وايد 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 هو يا مو قدامك الحين بدال ما أنت تفزع معاي تقعد تقول له يلا روح قعدني أنا صاحبك عيب احترم نفسك عيب صاحبك أنا عيب احترم نفسك شنو صاحبك لا تحترم نفسك احترم نفسك صح على راس مخك ما وين الطلب يا باشا لا تصرف مو ريال خليه بالطلب اي رهيب رحنا يا جبان قول له مو ريال وين الطلب انا قاعد اشوف طيب يا جبان قول له يلا يلا يبي الطلب سبحانك يلا شكدر باقي 10 دقائق اقل شيء 10 دقائق خمس دقائق يا مو مستوي عادي انا ما نزلت الشغل غلط لا انت قاعد اقول لك انا ايش قاعد اقول لك هو ليش قاعد يراد زين لو ليش ما قاعد ليش ما قاعد انا يحترم ليش ما يحترم انا يلا اقسم بالله انا ما فيك خير يا ابو والله ما فيك خير يا ابوي شوف والله العظيم ما فيك خير تخلي رفيجك عاد تعرف الريايل بالموارد تخلي رفيجك عشان واحده تصور معك لهالدرجه خفيف رفيجك انا عشان واحده تصورت معك صاير شكم الوحده انا شنو انت قاعد تصور انت خروف انت خروف شنو لا انت خروف انت خروف شفت خروج قدامي صورت معاك 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 يلا انا قاعد اقول لك المدير انا المدير انا مش عارف المدير وينه دلوقتي عنده راحه دلوقتي تمام نادى عنده تمام مش فاضي فاضي ولا خادم ظفر قاعد ناطرك هنا ما زعلتش خادم ظفر يلا 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 عنده تمام مش فاضي دلوقتي هو انت قاعد تفهم ايش قاعد اقول لك ولا لا بفهم يلا بفهم نادى المدير عنده تمام دلوقتي. انا مسوي على الصاله آه تعال 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 اجيبك المدير انا اجيبك المدير تعال نادي المدير نادي المدير ماني ماشي انا بكلم المدير ماني ماشي امس خلصت ماني ماشي ماني ماشي نادي المدير نادي المدير يلا خير يبا وين المدير انا مدير اخوي صار لي نص ساعه ناطر طلب انا متاخرين في السالفه مساك الله بالخير شلونك صار لي نص ساعه لا والله للأمانة كلش ما شكيت إنها كاميرا خفية يعني لو الأجواء كانت عوائل قاعدين وبنات ضربنا ما في أي شيء يبين في كاميرا خفية بس يمكن أستني قاعد من النوم ما صدت وقت ثاني سنين انا احب عبد الله سيف لانه يعني زلم بس وقعت يعني تفزع معاي ايش افزع ريال نبيع اهم شيء ها نبيع 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 وليد انا عند نفسي اوكي كفو والله نبيع احلى خالد مغفر احلى عبد الله السيف تحيه لهم خلاص طلعت هاي سماعتك